مرحبا بكم الناس الكل، معكم مهدي الزواري كالعاده، وان شاء الله في الفيديو نتاع اليوم باش نخدموا اكزرسيس جبته من باك 2019 برينسيبال، جابوه على لوجيك كومبيناتوار. اولا راح نقول لكم كلمتين ابروبو دفورم تاع الباك. دفورم تاع الباك اولا درس لوجيك كومبيناتوار الحقيقه وحده ما يجيبوش، معناها بارساتستيك ما يجيش ديما، لكن هو في 2019 جابوه. نحكي بارساتستيك، مش نقول لكم في الكلام هذا باش تقمروا ولا حاجه، جوست نعطيكم في احصائيات لا اكثر ولا اقل. عمرك ما تقمر على حد درس، علاش؟ خاطر كل درس يجيبوه ما يدخلكش لديتاياس، يجيب لك حاجه من فوق لفوق خفافي، معناها ركز انت فيه بالباهي وتبدا فاهم لي بازيك بقدره الله تجيبوا الكل صحيح. به المنظر اللي راهو فيه هنا شنو واضح؟ لانك كتبنا انا ادسيونور بي سي دي. الادسيونور بي سي دي هذا حكينا عليه، مكون من دوز ادسيونور بينار 74283، من دوز ادسيونور بينار وسيركوي دو كوركسيون. هذه حكينا فيها هاك الفازه وقت مشينا الكونكوري وما لقيناش ادسيونور بي سي دي في الكور، خذينا دوز ادسيونور بينار ومعهم سيركوي دو كوركسيون، بكلهم يكونون انا ادسيونور بي سي دي. لان تو باش نبداو نعمرو، قال لك دوني لي مو بينار او بروش سويفون من كيو 4 لكيو 1، نمشي لاو جوينهم الكيو 4 لكيو 1، ها هي كيو 4 كيو 3 كيو 2 كيو 1. هذوك شنو هما الرقم اللي حاطو فيهم؟ دوني لي مو بينار اون بينار او بروش سويفون من كيو 4 لكيو 1، حاطين فيها 9، اش معناها 9 اون بينار؟ معناها 1001. تو شوف فيك تعرف الارقام ولا؟ هذا السؤال الاول. نمشيو للبي، ها هي البي. البي شنو فيها؟ فيها 7، اش معناها 7؟ معناها 0 هذوما 9 و7، واضح العمليه ولا؟ ديتيرميني ليكواسيون لوجيك دي سي ار واحد اوت اون فونكسيون دي اس 12 اس 13 اس 14 اي سي 1 4 او. هو اللي جوست يشجع في الاساميوك، هذاك فاش قاعد يعمل هاو سي 1 4 او هاو سي ار 1 اوت، لكن الخدمه سهله ياسر لهنا. علاش؟ خاطر هذه سي ار 1 اوت اللي حاجته بالليكواسيون نتاعها ديجا عطيك لي فونكسيون نتاعها شنو هما، مناش متكونه. نمشيو نخدموا مع بعضنا لهنا، نشوفوا بعض نعملوا عليها زوم. نشوفوا لهنا شنو عندنا سي ار 1 اوت، هذيك باش نطلع لك الكواسيون نتاعها. شنو فيها سي ار 1 اوت؟ نبداو من هنا، عندنا لهنا اس 12، خلينا نجاوب في الخط خاطر عملت زوم تولي الكتيبه غليظه، نجاوب شويه تقعد تترى. لان عندنا اس 12 او، هذه فونكسيون او اس 13، معناها لنا عندنا اس 12 و اس 13 داخله في فونكسيون اي، هذه في فونكسيون اي مع شكون؟ مع اس 14. هذا الكل شبيه، هذا بكله داخل في فونكسيون او مع سي 1 4 اي. هذه هي الاكواسيون تاع سي ار 1 اوت. رد بالك في الاسامي اللي تغلط فيهم وكاو. ديجا انا اللي قال لك اعطيها لي من راسك لحد شيء، اعطاك لي فونكسيون لوجيك، اعطاك لي بورت لوجيك، وقال لك نقل لي الفونكسيون اللي تعملها، جوست تنقيل، معناها تعرف لي فونكسيون تاعك جاوب الصحيح. هذه باش نمشي نحطها في بلاصتها. سي ار 1 اوت هاني الاكواسيون تاعها. قال لي تو ديدوير لي نيفو لوجيك اوبتوني او بروش ايدونتيك سي دي سو. كمل تو، كمل الجدول نتاعك. باه نبداو بالاس 14 اس 13 اس 12 اس 11، وينو اس 14 اس 13 اس 12 اس 11؟ هاو هاذومهم. قال لك شنو باش يطلع فيهم؟ خربش على الورق كيما وريتكم في الكور في الاكزرسيسات، ديما كي يعطيك هيك مونتاج اكتب عليه، هذا دوسي تكنيك باش تروح بيه لداركم بعد تالي، ما تخافش عليه، معناها خطط كيما تحب هندس عليه. لان عندي 9 مع 7 هذا انا ادسيونير بينير، باش نجمعوهم 9 مع 7 قداش تطيح؟ 16 كيفاش تتكب؟ عندنا ان لوجيك لهنا و 4 0 لهنا، معناها الاسات هذوما شنو يخرج لي فيهم؟ شنو يخرج لي فيهم؟ 4 0. سي 1 4 او اللي هي هذه خرج لنا فيها ان لوجيك 16 قلنا. سي 1 4 اوت شنو باش يخرج فيها؟ نعرفها سي 1 4 اوت هذه بار لوجيك، ولا حتى كان نسيت كل شيء نجم تجاوب الصحيحه. دونك نقول لك علاش، هذه قلنا اللي هي سيركوي دو كوركسيون، ونعرفوا السيركوي دو كوركسيون تخرج لنا ان لوجيك وقت يبدا السورتي اللي داخل فيها هذايا السورتي نتاع لاديسيونير بينار اكبر من 9، اور احنا لنا عندنا 16، معناها سي ار 1 اوت باش تخرج لنا ان لوجيك، ولا حتى كان نسيتها ما عرفتهاش بكل سيدك، كيفاش تجيبها صحيحه؟ لنا عندك واحد ولا واحد داخل في فونكسيون او، واحد او صفر باش يعطينا واحد، ولا واحد وواحد باش يعطينا واحد، معناها مهما يكون باش تخرج لنا واحد هكا، ما دام لنا عندك ان لوجيك، معناها سي ار 1 اوت هذيك باش تخرج لنا ان لوجيك، باش نجي لنا ونحط ان لوجيك. نجي طاولي سي ار 14 سي ار 13 سي ار 12 و سي ار 11.
هوا هم سي ار 14 سي ار 13 12 و 11 شنو باش يدخل فيهم؟ داخل فيهم سي ار واحد اوت لهنا معناها لنا شي يدخل عندي ا وهذوما سي ار 11 وسي ار 14 مرحومين في الماس معناها فيهم 0 0 هذا يا رقم 6 الرقم 6 هذا خلينا نكتب معناها لنا عندي 0 ا ا 0 سالك على اس اي تو اس 24 او هو اس 24 او اس 23 او اس 22 او اس 21 او لان شنو عندك انت عندك 6 اش تجمعها مع الرقم هذا قداش الرقم هذا اللي هو كادر 0 الكادر 0 خرجوا لنا شو دخلوا لنا كادر 0 مع 6 بالطبيعه باش يطلعوا لنا 6 معناها لهنا باش توصل لنا 6 وفي السي 2 4 او باش يخرج لنا لهنا 0 6 مع 0 6 يوفا لوجيك كومبيناتوار هذه البارتي اللي جابوها لهم في باك 2019 تافه ما فيها حتى شيء جست تعرف شويه لوجيك كومبيناتوار شويه سدان باش ما ندخلش للديتايات ياس وكاو معناها رد بالك نصيحتي ليك رد بالك طايح اي بارتي خاطر كل بارتي يجيبها في الباك يجيبوا حاجه خفافي انا هذا الاكزرسيس وريتوه هيك نكونوا كملنا لوجيك كومبيناتوار الكل وملتقانا ان شاء الله في الدرس الجاي اللي باش نقراو فيه الكونتور اسنكرون والكونتور سنكرون كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل لايك وسبسكرايب وتبارطاج الفيديو مع اصحابك والسلام عليكم.